انتشر وبصورة كبيرة جدا من امبارح خبر وفاة دينا مراجيح. دينا مراجيح بنت طيبة جدا وغلبانة من المقطم، انتشرت على السوشيال ميديا من سنتين وخصوصا منصة التيك توك. كانت بتطلع تعمل فيديوهات على التيك توك واخدت شهرة كبيرة جدا، واتشهرت دايما بالجملة الشهيرة اللي كانت بتقولها جود لك يا جو. دينا مراجيح للأسف بنت غلبانة مطلقة معاها ولدين، كانت دايما بتطلع تقول انا عايزه اشتغل بالحلال عشان اكل ولادي، ساعدوني اني اشتغل بالحلال عشان اقدر اعيش ولادي واكل ولادي واكل امي وابويا. باباها توفى من فتره، وطلعت دينا مراجيح وقالت ان باباها توفى وهي العائل الوحيد لامها وولادها، يا ريت تساعدوني عشان اقدر اشتغل. دينا مراجيح بقالها 3 شهور بتعاني من ضيق في التنفس، واتدهورت حالتها بعد ما مامتها توفت، وحلقت شعرها قرع بسبب التنمر والحالة النفسية اللي هي كانت فيها. دينا مراجيح اشتهرت باسم دينا مراجيح لأنها كانت بتمتلك مرجحة، وكانت عاملة أجرة المرجحة دي 1 جنيه بس عشان كل الأطفال تقدر تلعب وتتبسط. للأسف دينا اتعرضت لاستغلال كتير جدا من كل الناس اللي كانت عايزة تتشهر على السوشيال ميديا. كتير كانت بتطلع تشتكي وتقول فلان شغلني معاه وما ادانيش فلوس، وده شغلني معاه وما ادانيش فلوس. ماتت دينا مراجيح وسابت وراها طفلين، ربنا يتولاهم برحمته الواسعة ويحنن القلوب عليهم. الله يرحمها برحمته الواسعة.